السلام عليكم المتتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. فيديو جديد ونهار جديد، وشكرا على الكومنتات ديالكم الزوينه، شكرا على لي لايك ديالكم، شكرا على الدعوات ديالكم اختي فاطمه، الله يجازيكم بخير والله يكثر خيركم. وشكرا، واخا نبقى نشكر فيكم راه ما غنوصل لحد الشكر ديالكم المتتبعين ديالي. واليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي هي زوينه زوينه، عندكم زوينه الكوليسترول زوينه السكر. يعني كان صيف فيها المتتبعين، مشيت للعربيه وجبتها، واللي مريض الله يشافيه، اللي مريض بالكوليسترول الله يشافيه، اللي مريض بالسكر الله يشافيه. ودابا غنقول لكم هذه الوصفه المتتبعين ديالي، هذه الوصفه هذه مشيت البارح للعربيه تقات ليا، ومشيت للجبل وجبتها. هذا سميتو طرو سميتو، ما عرفتش سميتو بالعربيه، راه المهم شي حكا يقولوا لي طرو بالعربيه ما عرفتش سميتو. وكيديروا في كيديروه في الماء، الماء سخون، ويديروه يغسلوه. انا دابا راه كنحيدو حيدته من العصيان ديالو. قربي لهنا نتي ما تشوفي، انتما انا كنديرو هنايا، كنخليه يبس ليا، وكنطيب الماء، كنغسلو كانوا فاش نبغي نشربو. وين كنديرو فواحد القرعه، احمد نقش شويه الفاتات بعين، فاش انا كنديرو فشي قرعه كنطيب الماء حتى كنطيبو، ونهز هاد الطرو هذا نغسلو مزيان يتغسل، ونديرو فشي قرعه ونكب عليه الماء السخون وصافي، وكنخليه حتى كيطلق، وكنشربو زوين السكر وزوين الكوليسترول. كثر ليا الكوليسترول، المراه اللي جرباتو قالتو ليا، قالت ليا درت التحاليل كان عندها الكوليسترول طالع بزاف، وفاش درت هذا ورجعت للطبيب قال لها شنو درتي، واش صافي حيدي الدواء اللي عطيت، قالت ليا ما شربتش كاع الدواء اللي عطيتيني غير هذا اللي درت، قال لها صافي كملي عليه بقى تشربيه. وقالتو ليا، وانا مشيت دابا حيدتو وغادي نصايبو هنايا في هذا ونخليه يبس، ونديرو فشي قريعه، وبقى نعمر قرعه ديال الماء، قرعه ديال الكوفيتير ديال الماء، ولا قرعه ديال هذا، ونطيب الماء ونخوي عليه ونبقى نشربو. وهذا تا هويا سميتو ازير، تا هذا زوين تا هو بزاف، اكثر يا السكر هذا، هذا زير ما عرفتش كي كيقولوا تا هو هذا، والله ما عرفت كي كيديروا ليه، كي كيقولوا ليه بالعربيه. هو دابا فهاد الوقيته ما كاينش الطريق، كاين غير اليابس. ها هو عاوتاني حيدوا ليا واحد السيتا هويا، وغادي نهزو غادي نحيدو تا هو من العواد ديالو، وغنديرو فشي قرعه، وتا هو غنخلطو مع هذا، ولا غنديرو في القرعه ديالو بوحدو، ولاني غنخلطهم بجوج وبقى نشربهم. فين ما بغيت نشرب الماء، نشرب في الصباح، نشرب في الغدا، نشرب في المهم، غنحط القرعه قدامي فين ما بغيت نشرب الماء، غادي نبقى نشربهم. نحاول نبقى ندير هاد الاعشاب هادو، دابا نحيدو الدواء، نبقى نردو غير هاد الاعشاب زوينين. هادشي راه الناس ها هذا سميتو ازري ماشي ازير، انا اللي تلفت المتتبعين سميتو ازري. صحابي قلت لكم انا ازير ازري، وريني داير بحال ازير ازري، سميتو ازري ما عرفتش كي كيقولوا ليه بالعربيه. تا هو زوين، جرباتو السي المراه، زوين الكوليسترول، زوين تا السكر، اكثر يا السكر قبط الناس اللي جربوا هذا. المهم انا غادي نجمعهم كاملين فشي قريعه، وغنطيب الماء وغنخويه في القرعه، وبقى نشرب دائما، بقى نشرب هاد العشوب هادو، ونشوفوك ما نحيدو الدواء ديال الكوليسترول، نحيدو هذا ديال في الحقيقه ديال السكر، ما كنشربش الدواء ديال السكر. كنحاول قال لي الطبيب حاولي ديري الريجيم غير راسك، وانا غنحاول ندير الريجيم راسي. الكوليسترول هو اللي صعيب، الكوليسترول كنشرب الدواء ديالو حيت طالع ليا 3 غرام المتتبعين. ايوا دابا غادي نحاول نحيد هذا مزيان ونخليه يبس ليا، فين ما بغيت ندير نغسلو مزيان ونخوي عليه الماء طايب. هذا الطرو هذا ازري، مهم الناس اللي عندهم الكوليسترول هذا، واللي ما عندوش زعما نحاول، اللي ما عندوش هاد الشباب في بلادو نصيفطها ليه، حنا عندنا هاد الشباب في بلادنا واخا بعيده شويه ولكن عندنا موجوده. شوفي الورقه ديالو انا سيمكن طيب، بحال الورقه ديال النبك تقريبا، لا لا هي النبك قصيره، هادي طويله. شوفي الناس اللي غايقولوا لي علاش ما غسلتيهش قبل ما ديريش، ولا ما بغيتش نغسلو، تمشي منو ديك حال، ولا تمشي منو الجهه ديالو، ولا خليته حتى نبغي نديرو نغسلو مزيان نديرو في القرعه.
صافي دابا غنديرو فشي شبيكه نخليه يتسقى على خاطرو، وغندوز عاوتاني عند هذا تا هو نديرو فشي قريعه تا هو عاد بقى نخلطهم ونشرب. جربوا هذه هذه اللويزه تاع اللويزه حيتها حتى هي كنشربها كتهد الاعصاب فاش كنبغي الناس كندير واحد الكاس منها كنشربها زوينه. هي اللويزه معروفه اللويزه كتهد الاعصاب زوينه بزاف. والمتتبعين ديالي بقاو معايا حتى نسالي هادشي ونعاود نرجع. المتتبعين ديالي كما قلت لكم انا قديتو هنايا وغنخليه دابا يبس ليا وغنديرو فشي قريعه نسد عليه. قرعه زوينه كتحتفظ على الاعشاب بحال هكايا. وهذه اللويزه عرفتي على ريحه في واحد الريحه كضر منها حيت البلديه نيت ماشي ديك كاينه اللويزه الرونيه وكاينه البلديه. هذه كتهدى الاعصاب عندكم اللويزه وعندكم حتى النفع. النفع في الماء السخون والله الا كنديرو في الماء السخون وكنشربو كنعس. ديك الايامات فاش كنت فاطمه كانت عزيزه مسكينه كديرو ليا والله الا كنعس كدير ليا النفع. وهذا اللويزه اللي عنده طانسيو كيطيح ما يديروش. اش غيديروا احمد؟ شوف احمد في الكام لايك جيبوا لايك تقول لهم ديروا سبسكرايب وصلك انت احمد داش لداكشي. وهنايا المتتبعين ديالنا هنا راه درت واحد الكوكو ديال اللوبيا وعرف كي جات اللوبيا ديالي. ماما خرجت شميت بحال ريحه العدس. تم تتبعين اللوبيا والله الا درت اللوبيا انتم متتبعين اللوبيا ودرت لها الحامض بزاف والحار. صافي غادي نحطو لها واحد شويه ديالها طبعا شويه د الشلاضه شويه د الخيار المطيشه. والغدا ديالنا واجد وليش ليش ليش ها اللوبيا يجي عندي نديرها ليه. مرحبا به والف مرحبا السي احمد المشاغب خلال ساره المشاغب والناس اللي كيسولوني على الحاله ديال اختي فاطمه. الحمد لله ولات كتحسن الله وفضل ديالكم المتتبعين ولات مزيانه اللهم لك الحمد. الحمد لله ونشكروه. ودابا غندوزو نحطو الغديوه ديالنا المتتبعين. هادي صافي دويده منخرجهمش الشمس راه تخرج في الفريكو هنايا وسخون الحال فيه زعما غير. وهذاك هذاك الازري راه كتصعطي في الفرن كتسلو حتى هو غنديرو حتى هو تيبس ونديرو في القرعه. بقا ندير ندير في القرعه ديال الكونفيتير ولا بحال هاد القرعه ديال هاد القرعه دارتها كانت دارتها هذيك ماما ديال هذاك جيت حنا هذاك سميتو لا الوراق نتاع الزيتون هذا الوراق ديال الزيتون صافي دارتو في الفرن قبل ما هذا كانت كتشربو كنقتلو. ايوا المتتبعين غنحط اللوبيا قدامكم تشوفوا اللوبيا ديالي كيف جات. غنحطو الغدا وناكلو نتمنى تقبلو عليا. نسي الخبز حتى تبارك الله المتتبعين كي دايره كي ماما اللوبيا اللي ما عندهاش الهريسه والو كاينه كاينه الهريسه عندي دورها درتها في الفريكو ها نتوما شوفوا تبارك الله اللوبيا على حقها وطريقها. والله يا المتتبعين انا هاد اللوبيا البارح مشيت للعربيه وجبتها وعطاوها لي الناس اللي مشيت عندهم الله يعطيهم الخير. شوفوا تبارك الله اللوبيا شوفوا صغيره دابا هي اللوبيا ها صغيره ما كاين داك صغيره وكطيب دغيا والله العظيم الا كطيب دغيا دغيا كطيب هاد اللوبيا. والله يخلف على الناس اللي عطاوها لنا. شكرا للمتتبعين ديالي وتابعوا الفيديوهات ديالي ان شاء الله وزيدوا شجعوني بغيت التشجيع ديالكم واللايك ديالكم والبارطاج ديالكم باقا محتاجاهم. الله يجازيكم بخير فضلا وليس امرا. تلقوا الفيديو تفرجوا فيه من الاول حتى الاخر وديروا لي لايك. اللي تفرج يدير جيم عادي يدوز يتفرج المتتبعين ديالي لزاز. وهذا هو نتمنى تكون في احسن الاحوال هذا الفيديو هذا. يلا قيل نقول لكم